Fashion is a growing industry nowadays worldwide. Market reports estimated its value last year at $259 billion, with a potential to be risen to the double in the upcoming years. Which raises a question, what Egyptian animator talents need to flourish this industry in Egypt? الحلم بتاعنا ان احنا يبقى عندنا كوميونيتي بيعبر عننا وبيعبر عن الاستوديوهات والتالنتس اللي موجوده في مصر وفي المنطقه العربيه بشكل ريبريزنتبل، نقدر ان احنا يعني يشرف مكانتنا ويشرف المستوى اللي عندنا في مصر. حميده believes that Egyptian animation industry needs networking activities like animatics where professionals can meet and exchange ideas. So we can return to lead this industry in the region like it was in the 30s. نفس التوقيت او التزامن بتاع ديزني كان عندنا مشمش افندي، وده كان كاركتر كان معروف جدا في مصر، وكان في اتنين فرنسيين روسيين كانوا قاعدين في مصر وابتدوا ان هم يشتغلوا على مشمش افندي، وجابوا كانش في ساعتها فنانين رسوم متحركه، فجابوا الحرفيين واي حد معاه صنعه في مصر عنده بس يعني فنان في حاجه، وشغلوهم على فيلم رسوم متحركه بتاع مشمش افندي. فبالرغم ان احنا ابتدينا من زمان، وفي ساعتها كان ميكي ماوس لسه طالع مع ديزني، بس ما كانش فيه استمراريه وما كانش فيه تناقل للخبرات وتوارث للخبرات، فهو ده مفتاح التطور بتاع الصناعه بتاعتنا. فانيماتكس هو يمكن بيحاول ان هو يحقق النقطه الناقصه دي، ان هو يوصل التالنتس ببعضيها ويوصل الناس ببعضيها ويوصل على المستوى العالمي والمستوى المحلي. احنا عندنا فنانين هنا كتير شاطرين جدا، بس توارث الخبرات بان احنا نقابل ناس انترناشونال من بره وهم يقابلونا، ده بيفتح فرص، لان انا ممكن اقابل حد بروديوسر مثلا في ايفنت زي انيماتكس، يبقى في فرصه شغل ما بيني وما بينه بشكل ما، ممكن يشوف الشغل بتاعي سواء استوديو او ارتست يبقى عايزني معاه، فبالتالي ده بيحسن من الصناعة نفسها. Animatics Festival was founded in 2020 and it held its last edition in Tahrir Camps. أنا اسمي يوحنا نصيف وأنا مؤسس مدير Animatics، هو أكبر حدث مصري للرسوم المتحركة. إحنا بدأنا من 4 سنين في 2020 ودي الدورة الرابعة لAnimatics. Animatics هو حدث سنوي مهتم بأن هو يجمع كل صناع رسوم متحركة والناس المهتمة بالرسوم المتحركة في مكان واحد من خلال برنامج مكثف من ورش ونقاشات ومحاضرات وعروض أفلام طويلة وقصيرة من مختلف بلاد العالم ومسابقات أفلام ومنطقة أفلام واقع افتراضي ومنطقة ألعاب ومعارض تفاعلية ومنطقة مساحة عارضين. كل الحاجات دي هدفنا ان احنا نخلي الناس تتعرف على بعضيها، يعني يبقى في اكسبوجر اكتر للرسوم المتحركه في مصر، الناس كلها تقدر تشوف افلام رسوم متحركه من بلاد كتيره، يبقى في تشجيع للصناعه والناس اللي بتشتغل فيها والناس المهتمه بيها تعرف عنها اكتر، كل ده من خلال حدث واحد سنوي يجمع كل الحاجات مع بعض. يوحنا has a great passion for animation. Therefore, he has a view to expand the industry. هو كذا حاجة بتتعامل مع بعض، أول حاجة طبعاً التعليم، يعني البلاد اللي بتطلع أفلام رسوم متحركة كبيرة بتحتاج كرو كبير جداً، فريق عمل كبير جداً، أكتر من 150 واحد شغال على نفس الفيلم، فده محتاج إن يكون في تعليم كويس وغني ويعني يخلي الخريج يقدر إن هو يشتغل على طول، مش بياخد فترة على بال ما يقدر يشتغل. تاني حاجة هي التكثيف الجهود، يعني احنا يمكن عندنا استوديوهات كتيرة لكن لغاية وقت قريب ما كانوش متوحدين، ما كانوش بيتقابلوا، ما كانوش بيجتمعوا، ما عندناش نقابة، ما عندناش اتحاد، ما عندناش حاجة زي كده، فده برضو هدف ان احنا نجمع كل الناس كمستقلين او كاستوديوهات مع بعضيهم ونبقى ممثلين للصناعة المصرية. وتالت حاجة اظن برضو مهمة هي الدعم الحكومي، سواء بمنح انتاجية او بتسهيلات ضريبية للاستوديوهات زي ما بيحصل في بلاد تانية، او حتى بمساحات لعرض الافلام سواء في السينمات، قصور ثقافة، في التلفزيون. لو انا سافرت امريكا. However, there are some Egyptians who contribute to the international animation industry and produced movies for big names like Disney. تجربة حلوة جدا جدا، تعلمت منها كتير جدا،
فرصة ممتازة ان الواحد يحكي قصته. انا كنت كاتب فيلم وهم كانوا انترستد، كانوا بيدوروا في المسلسل ده على ناس تحكي قصص بين افريقيا ساينس فيكشن وتنزل انترناشونال يعني. كنت محظوظ ان السكريبت اللي انا كتبته عجبهم. تعلب وسكين on transferring his knowledge to animatics attendees and offer the barrels of wisdom to the new generation. بتاع الكلايماكس ده يتفرج كتير ماشي ويذاكر كتير صح، يقرأ عن الموضوع كتير، عن ال عن الارت اوف الحاجه دي بتعمل ازاي تمام، بغض النظر هو هياخد انه شق فيها هي انيميت ولا هي الاستيت ولا ايا كان هيعمله، بس اخر لازم افهم في المجمل ويبدا يتحرك. وبس الفكره كلها ان انا امسك خيط وامشي وراه حتى لو نهايته ما كانتش هي اللي انا عايزه، بس سهل قوي ان انا اروح في حته ثانيه، بس البدايه مهمه، لازم ابتدي ايا كان البدايه ارسم كده. حاجه ثانيه لازم اتابع الاندستري عامله ازاي والتكنولوجي اللي فيها عامله ازاي تمام. احنا دلوقتي في وقت الاي اي دومينيتنج صح، وكل الحاجات اللي زي دي هتغير شكل الاندستري في خلال وقت كتير، في حاجات كتير في التك يعني ديتيلز يعني، بس قصدي فيها كتير جدا بتتغير كل يوم محتاج ابقى شايفها. باي 2026 50% of animation studios will be cloud-based and will increase remote collaborations. That may open doors for Egyptian animators to contribute more in the international market. And that's what events like Animatics try to accelerate. Noha Saad, AUC TV, Cairo.